ايمن. عايزه اوجه بجد رساله لبابا وماما ان هما بجد اكتر اتنين استحملوني الفتره اللي فاتت، لان الفتره اللي فاتت دي كانت اصعب سنه، يعني اصعب فتره عدت عليا في حياتي، اصعب سنه عدت عليا في حياتي، في حياتنا كلنا، في حياه اي طالب ثانويه عامه. انا ميار دايما بشكر بابا وماما عشان هم وقفوا معايا وساعدوني في السنه دي، وبالذات اكتر حاجه ماما، واللي هي الضغط العصبي اللي كانت بتقف فيه وانا وداخله الامتحان. بصراحه كانت يعني هي موجوده في ضغط اكتر مني. نور وفاء، بشكر مامتي قوي انها فضلت معايا السنه كلها، والدروس اللي هي تعبت معايا فيها والضغط اللي انا تعرضت له هي تعرضت له معايا، فضلت واقفه معايا طول السنه، وانا من غيرها حرفيا ما كنتش عارفه اعمل حاجه السنه دي. انا اسمي مارينا، بجد انا متشكره جدا لبابا وماما، يعني ماما بجد وقفت جنبي كتير قوي يعني حتى وانا خايفه كانت بتيجي وبتقعد جنبي. بابا كانوا بيدعوني كتير قوي، بشكرهم على اللي عملوه معايا. اسمي بسنت علاء، وحابه اشكر